كانت من محمد خميس في اللقطة الماضية. محمد خميس وكرة تنشال على طول في البداري. شوف ومحاولة، ولكن هنا مصطفى المختار الكاميروني قوة جسمانية كاميروني. لعب لك كرة قصيرة إلى فيكتور سيمونز إلى موراليس بيلعب لك كرة في العمق وكرة بتنشال. برافو بتنشالها مصطفى مختار الكاميروني. حكم المباراة ينتزع العود في جهة اليسار وكرة تنشال أقرب إلى مصطفى مختحيم جيزاوي بيلعب لك كرة عرضية وكرة بتمر بشيلة على طول مصطفى مختار. ودي كرة ثابتة لكن مسافة بعيدة عن مرمى ياسر مثيلي. تسديدة قوية لكن بعيدة عن المرمى إلى خارج الملعب. كرة محاولة لهجر وكرة اللعب الآن عماد الحسين بيحاول يعدي وتغطية من على طول مصطفى مختار بيشيلها الكاميروني يتصرف فيها مرة أخرى. بيلعبها للمنطلق محمد مسعد الآن في جد يمين محمد مسعد بالعرضية وكرة ملعوبة هي بيشيلها على طول مصعد الآن ربما ليهدار الفرص حقيقة وليس يتعرض لهجر.